لدينا خطة عمل. هذه الخطة بالتأكيد تأثرت، كان من المفروض أن يتم تأمين تخصيصات مالية لها من عام 2014 إلى عام 2019، ولكن الأزمة المالية والتنظيمات الإرهابية حالت دون حقيقة تفعيل هذه الخطة. فنعمل الآن على تحديث هذه الخطة، لأننا خسرنا بحدود 4 إلى 5 سنوات من هذه الخطة بسبب الأزمات التي خارج إرادة الدولة العراقية. نعمل على تحديثها، ولدينا اتفاق مع المؤسسات الهولندية لتحديث هذه الدراسة من جديد. أما فيما يخص موضوع الآخر اللي تفضلت حضرتك إذا تسمح لي أستاذ نجم، التحديات، هذا موضوع المياه حقيقة بجانبين مهمة، تحدي خارجي وتحدي داخلي. التحدي الخارجي يكمن في طرق التوصل إلى اتفاقيات تضمن حقوق العراق المائية مع دول المنبع، سواء مع تركيا أو مع جارة إيران. والتحديات الداخلية هي التي يعني خلينا نقول تتكون من العديد من المشاكل الداخلية، من ضمنها التجاوزات بكل أنواعها.